هي كذبة، هي كلها اتهامات، هذا كله كذب. أنا رح أحكي، بس اسمعوني ولازم تصدقوني. بريتا هي عم تكذب عليكم وعم تحرضكم ضدي. أنا ما عملت شيء أبداً، صدقوني ورح قلكم كل شيء. والحقيقة أني كنت مارق من جنب الغرفة وشفت سانديب وعصبت كتير ومسكت السكين وطعنته بس كرمال الريشاب. خلاص أنت واحد كذاب. اليوم ابني ريشاب موجود بالسجن وكله بسببك انت، سببك. نحن كلياتنا عملنا شغلات كتير مشانك، قبلناك بعائلتنا مع انه هذا الشيء كان ضد رغبتنا كلنا. احترمناك وحبيناك وسمحنا لك انك تضل عنا. وانت شو قدمت لنا بالمقابل؟ انت رحت بعدت ابني عن عائلته. قل لي من شان شو؟ جاوبني، قل لي ليش بعدت ابني على السجن؟ ليش بعدت على السجن؟ قل لي بريتفي، ليش هيك عملت؟ ليش هيك عملت في قلبي؟ بريتفي جرة، كيف هيك بتعمل فيا؟ هي ابنها امي، مفهوم؟ ماما ماما كارينا، أنا ليكي صدقيني لو سمحتي وثقي فيني، كل شي عملته أنا كان لمصلحة هي العيلة وكرمال ابن العيلة. بريتا اتهمتني اتهامات باطلة، كلام بريتا عني كلياته كذب، كلامها كله مو مزبوط، هي عم تعمل هيك قصدا. هاي ما حدا اتهمك زور أبدا. وبتعرفي ليش؟ لأنه بريتا كانت تحبني، كان بدها تتزوجني وما قدرت تتزوجني، لهيك هي عم ترد علي بهي الطريقة وهذا كل شي. اسمعني منيح، إذا لسه بتحكي كلمة عن مرت أخي رح أخربط لك وشك، رح أقتلك. لا بريتفي، بريتفي إذا لسه بتقرب علي رح أقطع لك إيدك، بقتلكم كلكم. رجعوا لورا، رجعوا كلكم، أعطوني منكم، رجعوا أحسن لكم. ما لازم حدا يعمل خير، كنت عم أقول إنه هذا مو غلطي، ما عملت شي، بس لا، ما حدا منكم بده يسمعني. هي مانا اتهامات، نحن عم نقول الحقيقة. فيك تقول انك ما عطيت سانديب مصاري مشان يشهد ضد ريشاب بالمحكمة، رحت ودفعت له رشوة، بس لما نحن واجهناه بالحقيقة وافق انه يروح مشان يشهد معنا، انت رحت وضربته بالسيارة. عملت هيك مشان ما يعود يقدر يروح على المحكمة بالمرة. لك حياة سانديب كانت رح تنتهي، بس لانه بريتا ذكية عملت خطة وبدلت سانديب بالمخدات، وانت طعنت المخدات مو سانديب يا زكي. لو كان سانديب لساته نايم